سجلت كاميرا شوف تيفي حضورا باهتا للوقفة التضامنية التي تم تنظيمها مع الممرضة التي زعمت أنها تعرضت للاعتداء من طرف أحد أعوان السلطة. ولم يتجاوز عدد المتضامنين مع الممرضة في مركز التلقيح حنسي بمدينة الدار البيضاء مجموع عدد أصابع اليد. ورغم البيانات والبلاغات التنديدية التي خرجت من أكثر من هيئة نقابية صحية، لم ينعكس التضامن الورقي على أرض الواقع، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الاعتداء وطبيعة العلاقة التي تربط الممرضة بعون السلطة.